والله الحل انا اعطيت عنوان ظهور جاي، قلت ظهور جاي لانه يوميا نسمع في الكلام هذا، يوميا نسمع انه مشروع ميزانيه الدوله 2018 الاتحاد الشغل رافض بطبيعه الحال، لوتيكا رافضه، المحامين الاطباء المهندسين رافضين، الخبراء كلهم كل يوم تقرا زوج ثلاثه خبراء من الكبارات نتاعنا اللي عندنا، واحد يقول ميزانيه كلها مخاطر، الاخر قال البارح ولينا تونس دوله جبائيه بامتياز. الاكيد انه سنه 2018 باش تكون صعيبه، عندنا غدوه يا راف، غدوه لفمي جايين، غدوه جماعه لفمي جايين ونستناو في القسط الثالث من القرض نتاع لفمي باش يخلصوا به شهري وباش كذا، وغدوه باش يشوف مشروع الميزانيه هذايا شنو هو المحتوى نتاعو، لانه فيه مصداقيه باش ينجموا يسيبونا هالفلوس هذه. بطبيعه الحال في الاحتقان هذايا شيء خوف. نسمع اليوم في سيرياض المؤخر وزير البيئة يحكي جبدوا له شوية على الميزانية، قال لهم ميزانية 2018 ستكون ميزانية الإنعاش الاقتصادي. أنا اللي خايف منه الاقتصاد يدخل غرفة الإنعاش، ما يخرج، هذا اللي خايفين منه.